طيب نفس كل الجهات الامنيه تقول احنا بيوم 25/10 عندنا قرار ما نطلق النار. العسكري الشرطي الجندي عنده ورده وعنده علم مو مكاتب مكتب العصائب مكتبين العصائب لنا. انا ابن القتل يمن مستشفى وموثقه بالقضيه وموثقه بالتصوير الفيديو وموثقه بالتصوير الميداني وموثقين بالجنايات وشغله كامله كلها وقايم دعوه على اشخاص لحد الان من 25/10 ولحد الان ما اصدرت القاء القبض عليهم. ليش؟ لانه العصائب ابن القتل يم العصائب وانقتلوا وياه هوايه، ذولا انقتلوا يم مكتب والمكتب معروف المسؤول ماله. يعني هذا مكتب حزبي يحمل سلاح وعنده اشخاص وجامع فوق ال 50-60 واحد ومسوي لهم عزيمه مو وعندهم سلاح وواجهه والمتظاهرين وموجوده فيديوهات وسلمتها للقضاء. وموجود قرص انقتل ابني بالرصاص وطاح بالرصاص وبالدم مضمخ بالدم وسلمت القضاء واشتكيت على شخص معين على شخص معين ولحد الان امر القاء قبض ماكو. ليش؟ لان الاحزاب لها سطوه بصراحه لها سطوه على كل الاجهزه الامنيه ومتغلغله حسب نظام الدمج بكل الاجهزه الامنيه. فاحنا عوائل 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 اللي قتلوهم العصائب اكثر من 10. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. الثورة التشرين طبعا يستمر بها التصعيد بشتى الوسائل السلمية المتاحة من أجل إسقاط النظام والقضاء على هذه الأحزاب الفاسدة كما يصفها المتظاهرون العراقيون، وكذلك الخلاص من هذا النظام الذي جثم على صدور العراقيين منذ 16 عاما ونحن ندخل الآن في العام أو إلى العام 17. وصلنا إلى نقطة الإضراب عن الطعام، هذه خطوة جديدة طبعا خطوة تصعيدية جديدة اتبعها المتظاهرون في سبيل الضغط على هذه الأحزاب والضغط على هذه السلطة من أجل إسقاط النظام. إضراب الآن عن الطعام، مرحلة جديدة من مراحل التصعيد التي تشهدها ساحات التظاهر، ونحن نتساءل هل ستؤثر هذه الخطوة التصعيدية على هذه الأحزاب، على بقائها، على رحيل هذا النظام، على منعهم من المضي في قضية رئيس الوزراء واختيار رئيس الوزراء وموضوع الانتخابات وغيره، في ظل طبعا رفض الشارع العراقي لهذا النظام البائس، النظام الانتخابي الفاسد، الدستور الذي كتب بأيادي الاحتلال مع هذه الحكومات، وبالتالي كل هذه القوانين الموضوعة وكل هذه المحاولات من أجل الالتفاف على الثورة هي مرفوضة، وبالتالي هذه خطوة تصعيدية جديدة تشهدها الساحات في سبيل الوصول إلى النقطة المرادة وإلى الهدف المراد وهو إسقاط النظام ورحيل هذه الأحزاب. طبعا بداية دعونا نشاهد مع حضراتكم بعض المقاطع. لدينا من جامعة ذي قار تأكيد من الطالبة في الجامعة على المضي في الإضراب العام عن الدوام حتى تحقيق المطالب وأولها طبعا إسقاط النظام، فلنشاهد. طبعا مشاهدينا هذه جامعة ديالى وليست جامعة ذي قار، أيضا في ذي قار يحدث نفس الموضوع. وهنا ننتقل طبعا إلى نقابة المعلمين في بابل التي أعلنت الإضراب عن الدوام حتى تحقيق مطالب الثورة، فنشاهد. نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن أيضا طلاب الجامعات والمدارس المشاركين في تظاهرات ثورة تشرين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد، طبعا يؤكدون استمرارهم بالإضراب العام
حتى تحقيق مطالب الثورة. هذه بعض اللقاءات التي جرت من ساحة التحرير، فلنشاهد. هذا الجيل الوحيد اللي انباقت أحلامه، هذا الجيل الوحيد اللي قطى دماء، اللي ضحى بكل شيء، بتعليمه، بدمائه، انظلم كلش هذا الجيل. فهذا الجيل الكل يخضع له، الفاسدين، العشائر، المراجع، الكل تخضع له هذا الجيل، تمام؟ كل شيء بيدهم. هاي المظاهرات والشهداء اللي قاعدة تروح على شنو؟ احنا قاعد نداوم. لأن دم الشهيد على شنو يروح؟ واحنا قاعد نداوم، احنا ضالين عصيان مدني. ونظلوا مستمرين ان شاء الله. الاصرار اللي يخلينا نستمر بالاعتصام انه فعلا وجدنا امل انه اكو تغيير بهذا الجيل الواعي، بهذه المجموعه من الشباب اللي قاعد تستمر، وفعلا انه لقينا هذه التضحيات اكو امل انه ما يروح دمها هدر وسباق، واكو فعلا انه امل انه نتخلص من هذه الاحزام الحاكمه ونتخلص من هذه الوجوه اللي اعذرني على التعبير القذره. والله اللي خلانا نطلع مظاهرات اللي هو دم الشهيد ونريد تحقيق مطالبنا، ملينا والله ملينا، يعني اطلع مظاهرات يجي يهددني ليش؟ انا شرايد، انا شرايد، رايد بس حقي، رايد بس حقي وحق هاي العالم الطالع التعبان. انا لو ما تعبان اطلع لك حقق لي شيء واحد، اعطيني شيء واحد، ما اريد كل شيء، لا اريد تعيين ولا هاي، اعطيني وطن، اعطيني وطن عوفه. استمعتم إلى حديث جزء بسيط وشريحة بسيطة من المشاركين في تظاهرات ثورة تشرين، وهذه الآراء طبعا التي تخرج من الشباب العراقي. وصلوا إلى مرحلة من القناعة ومن الوعي أن هذا النظام لن يقدم شيئا لهذا البلد، لن يقدم شيئا للمجتمع، لن يقدم شيئا للشريحة الطلابية أو شريحة الشباب بشكل عام، وبالتالي الخلاص منه هو الذهاب إلى نقطة جديدة والبداية الجديدة التي يريدها كل عراقي، وهي وطن خالي من الميليشيات، خالي من الأحزاب، خالي من الفساد وهذه الأنظمة، وخالي أيضا من الدول الخارجية التي تتحكم بالوضع والشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية في العراق، وهنا أخص إيران طبعا والولايات المتحدة. هذا هو المطلب الذي يريده العراقيون، وبالتالي هذه المحاولات الحكومية لن تقنع أحدا من المتظاهرين، لن تقنع أحدا من ذوي الشهداء الذين سقطوا في هذه المظاهرات، لأنها لن تستطيع أن تعوضهم عن ما فقدوه من أبناء، عن ما فقدوه من ثروات هذا البلد في ظل هذه الفترات الزمنية التي مضت منذ أن جاءوا مع الاحتلال وحتى هذه اللحظة. المرحلة الآن هي مرحلة الشباب ومرحلة الإصرار ومرحلة الرغبة بالتقدم، والآن نرى هذا التصعيد الذي يحصل من الشباب العراقي خاصة فيما يتعلق بقضية الإضراب عن الطعام. نحن نتساءل هل ستتأثر هذه الحكومات بهذا التصعيد الشبابي أو هذا التصعيد من المتظاهرين الذين يقومون به؟ هل ستتأثر أو هل سترضخ هذه الحكومات أو هذه الأحزاب لمطالب الناس القاضية برحيلهم وببناء دولة بنظام جديد؟ هل سيضغط عليهم موضوع الإضراب عن الدوام أو الإضراب عن الطعام من أجل أن يسلموا السلطة إلى شخص مستقل وطني كفوء أو كفء يستطيع أن يدير هذا البلد بشكل صحيح بدون أن يتأثر بوجود الميليشيات، ويستطيع بالعكس أن يقضي على الميليشيات؟ هذا هو السؤال الذي نود أن نسمع إجابات المشاركين الكرام والمشاهدين الكرام عليه فيما يتعلق بقضية التصعيد المستمر من قبل المتظاهرين. هل سيكون هناك من وجهة نظر المواطن العراقي، من وجهة نظر المتظاهر، سيكون ذا فائدة أو سيكون ذو فائدة بالنسبة لقضية رحيل النظام وإسقاطه؟ لدينا مجموعة من المشاركات حقيقة على الواتساب، نود أن نشارك مع حضراتكم قراءتها. نبدأ من علاء النشمي من النمسا، يرسل تحية وتقدير لقناة الرافدين الوطنية ولكادرها الثائر. لا تكثروا حتى لو طال أمد حراككم، أو عفوا لا تكترثوا حتى لو طال أمد حراككم الثوري، لأنه حراك الحق، التاريخ سوف ينصفكم يا أحرار، إنها فرصتكم النادرة لكي تطيحوا بزمر الفساد، اصبروا وصابروا فالنصر حليفكم بإذن الله. لدينا رسالة أخرى. طيب، أحد الأشخاص أرسل لنا رسالة للشخص الذي تم تعليقه في ساحة الوثبة ويقول شهيد الوثبة. طبعا هذا الموضوع نعيد ونكرر باختصار شديد، تم الرفض والاستهجان من قبل المتظاهرين في ساحات التظاهر كافة، وتم وصف هذا الفعل بأنه فعل يعني
إجرامي غير 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 أخلاقي وغير قانوني وغير إنساني بالتعامل مع شخص. لكن الشخص الذي علق في ساحات التظاهر كما قال المتظاهرون وكما ذكر شهود العيان هو كان يطلق النار على المتظاهرين وأدى إلى استشهاد 5 متظاهرين. هذا الموضوع طبعا وكما عرضنا سابقا تم اقتحام المكان من قبل قوات التدخل السريع ومكافحة الشغب وتم الاشتباك بينه وبينهم وقتلوه، ثم بعد ذلك سلموا الجثة إلى مجموعة مجهولة كما قال المتظاهرون وهي التي قامت بالتمثيل بجثته بهذه الطريقة. سيد أحمد من ذي قار معنا أول المتصلين، تفضل يا أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا العزيز، شلونك؟ حياك الله أحمد، أهلا وسهلا. نشكر جهودكم جالس بلونا من أجل المتظاهرين وإيصال صوتنا من قناة كمال الموقرة. كل الهلا. أستاذنا العزيز، بس عمود مناشدة. نعم. احنا عقود وزارة العدل جاي نعاني مشكلة كبيرة كلش، وهي احنا عددنا 631 عقد في وزارة العدل وكنا اصحاب شهداء. نعم. واختصاصنا مشمولة في جميع الاختصاصات القتل وزارة العدل السابقة من التعيينات. نعم. لكن وزير العدل قام بإطلاق على العام وما قام بتثبيت العقود. طيب، على الرغم احنا كنا اصحاب عوائل وكفاءات وشهادات وجاي نخدم هذه الوزارة وجاي نبذل كل جهدنا في سبيل نجاح الوزارة. طيب، واليوم ظاهرنا وناشدنا وطلعنا ولا واحد استقبلنا. نعم. حتى الوزير وذاته ما استقبلنا وطلعنا. نعم. كل ما نروح نخاطبه قال كتاب يمين الأمانة العامة مال مجلس الوزراء. كل ما نخاطبه قال يمين الأمانة العامة. احنا منتظرين من خلال القناة الموقرة. نعم. توصلون صوتنا ومناشدة مالتنا. أنا أريد أسأل حضرتك سؤال، إن شاء الله طبعا مبدئيا أو بداية إن شاء الله صوتك ورسالتك تكون وصلت من خلال قناة الرافدين، بس أريد أن أسأل حضرتك الأول، هل الأعم والأشمل هو أني الظاهر من أجل خلاص البلد من هذول الفاسدين، هذول اللي دمروا الشباب واللي زادوا نسبة العاطلين، لو أقعد أركز على قضية عقودنا وش حيصير بعقدنا وأني دا الظاهر على مود حصولي على وظيفة، في حين أخويا بالساحة الثانية دي الظاهر من أجل الوطن ودي يستشهد، فشنو الأعم يا سيد أحمد؟ ماكو فرق أستاذ، اثنين هدف واحد أستاذ. طيب، أنا الظاهر من أجل الوطن، فإذا خلصت من نعم هاي الطبقة الفاسدة، نعم، ذاك راح تحقق المطالب للجميع إن شاء الله. طيب، أنا طبعا أتمنى إن شاء الله أنه يتحقق كل اللي يرغب به، وخاصة فئة العاطلين اللي متأثرين الشباب الخريجين. بس إحنا شو نقول يا أحمد؟ نقول إنه الحكومة اللي سفكت دماء العراقيين واللي رفضت تتخلى عن السلطة واللي رفضت تتنازل مستحيل إنه حتوفر فرص العمل. ليش؟ إن إحنا نرجع شوية للوراء ونشوف كم وعد الطول للعاطلين وكم وعد الطول للشباب الخريجين إن هم يوفروا لهم فرص عمل أو يثبتوهم على العقود الدائمة بالوزارات، لكن هذا الموضوع ما تحقق، لم يتحقق ولن يتحقق. وأنا محبرة على ورق. نعم، لأن حضرتك مثل ما تفضلت الآن صار لكم إيش قد تظاهرون، الوزير مع احترامي ما عبركم وما طلع حكى وياكم. نعم أستاذ، يعني أنا أشوف الشهر. نعم، أنا أتمنى مثل ما قلت لك يا أحمد، أتمنى إن شاء الله هذا الموضوع يتحقق وتنعمون بفرصة عمل في بلدكم الغني اللي تقدرون تمارسون بكل الوظائف المتاحة وتأخذون أعلى المرتبات لو كانت هذه الحكومة هي حكومة عادلة. لكن للأسف ما جاء مع الاحتلال وما تدعمه إيران هو مجموعة من الأحزاب الفاسدة اللي همها وهدفها الوحيد هو سرقة البلد، وإلا لتعينت حضرتك وتعين غيرك. لكن الفرص الآن تعطى، فرص العمل تعطى فقط لابن المسؤول وقرايب المسؤول وغيره بالفلوس والواسطات، مو صحيح؟ نعم، ضمان محاصصة. نعم بالضبط، إذا هنا ما راح يحصل الشاب العراقي شيء طالما دا يباوع جوا رجليه.
الهدف الأعلى والأسمى هو الخلاص من هؤلاء لكي نأتي بحكومة تستطيع أن توفر لنا ما نريد، وإلا الوضع سيبقى على ما هو عليه ولن يتحدث أي شيء ولن يتغير أي شيء في ظل وجود هؤلاء. إن شاء الله قوة الله زالون أستاذ. إن شاء الله. أنا أشكرك يا أحمد، كنت معنا من ذي قار. أتمنى طبعا لجميع الشباب العراقي وخاصة فئة العاطلين والخريجين، أتمنى لهم طبعا أنه يحققون آمالهم وطموحاتهم في بلدهم اللي حرموا من كل خيراته ومن كل ثرواته في ظل وجود طبعا هذه الأحزاب. لكن مثل ما قلنا، هذه المظاهرات وثورة تشرين خرجت بنظام جديد وبشكل غير مسبوق، وهو الرغبة في التغيير الحقيقي وبناء وطن جديد وإسقاط هذا النظام. كنا ننتقد سابقا المظاهرات التي كانت تخرج من أجل بعض المطالب، وكنا نتحدث ونحذر دائما من أن هذه المطالب لن تتحقق طالما كانت هذه مطالب جزئية وغير شاملة للوضع بشكل عام. هذه الأحزاب وهذه الميليشيات طالما هي موجودة في البلد ومستفيدة لن تستطيع أو لن ترغب بتحقيق أي من مطالب الشعب، لكن الضغط على إسقاط النظام ورحيله سيكون هو إن شاء الله هو الباب الذي سيدخل من خلاله الخير بالنسبة للعراق وللعراقيين. أبو محمد من أربيل تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لقناة الرافدين وتحياتي لكادر قناة الرافدين. حياك الله. والرحمة والغفران للشهداء وشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله. إن شاء الله. الظاهر ذول السياسيين ما يستحون، ما عندهم خيرة. لو عندهم خيرة عندهم مستحى. هذا الشعب يقول ما أريدكم. بالقلم العريض بالعربي يقول لهم، مو بالهندي يقول لهم يابا ما نريدكم. نعم. هم ذا يطلعوا لهم السهيل، يطلعوا لهم محمد علاوي، يابا الشعب يقول ما نريدكم، احنا نريد وطنيين. انتم ليس وطنيين. نعم. انتم ليس عراقيين، انتم ايرانيين، انتم خارج البلد، انتم جايين مرتزقه تحكمون العراق. نعم. خلينا بحالنا، خلي الشعب بحاله، خلي يعيش. ناس معوقين، ناس شافت الظلام، ناس يقولون والله احنا ناضلنا بوقت النظام السابق، ليش هسه المتظاهرين مو ناضلوا؟ منطين 500 شهيد ومنطين 22,000 جريح، بعد هاي مو نضال؟ بعد شنو النضال؟ شلون يصير؟ ذولا كانوا يبيعون سبح ويبيعون مي بارد بالدول الخارج. نعم. بس الشعب ناظر والشعب قاتل والشعب شاف الظلم والشعب الدخان ضربوا الرصاص، كل شيء ضربوا. نعم. الشعب كافي مو ما يسمعون ذولا طرشان عميان، ماذا يشوفون ماذا يسمعون؟ الشعب يقول ما نريدكم، راضيكم، كافي عيب، استحوا شوية، اخجلوا. نعم. اخجلوا شوية، ضمير عندكم شوية غيرة، خلي يصير عندكم. أبو محمد، أريد رأيك بموضوع الإضراب عن الطعام، هاي الخطوة التصعيدية الجديدة اللي يتبعها المتظاهرون في ساحات التظاهر، الإضراب عن الطعام خطوة جديدة، ما رأيك بها؟ أنا أشجع الإضراب، كل شيء أشجع به، بس ذولا يصبعوهم، ذولا عندهم غيرة للشعب، يقولون هذا الشعب شعبنا، ولو هم مو شعبهم لأن هم مرتزقة جايين من إيران من أمريكا من غير الدول. بس هذا الشعب لازم يناضل، لازم ينتضحية، لازم يكافح، ذولا لأن مو عراقيين أخي، لو يبقون ذولا راح يدبرون العراق. نعم. أبو أستاذ محمد. نعم. كل شيء شكد ما يقدرون خلي يسوون، يسوون إضراب، يسوون اعتصام، يضربون من الأكل من الطعام، ايش ما يسوون خلي يسوون، واحنا وياهم للموت. ابو محمد، ابو استاذ محمد، شكرا جزيلا ابو محمد، كنت معنا من اربيل. للمشاركه معنا السيد محمد من هولندا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك محمد ومشاهدي قناتكم الشريفه. حياك حبيبي. بس التجارب محمد عندهم اجنده من ايران يقضونها، ما عندهم يعني لا حول ولا قوة. عبارة عن قطع شطرنج تحرك من قبل الفقيه. يعني دول عمره مو بديهم يعني. نعم. مجرد يعني روبوتات يتحركون من قبل الفقيه. يعني ما يدرون يعني كأنه عايشين في كوكب المريخ. يعني الشعب كله يقول يابا ما نريدكم، الأحزاب ما نريدها،
اريد واحد مستقل من الشعب، عاش معاناة الشعب، جاءوا يا الشعب، عانوا يا الشعب، ما يتهمون ثم يعني يستهزئون بدماء الشهداء، الجرحى، اليتامى، هاي الامهات عطيه يعني محمد يعني ما فيها هواي شهداء قد تعبت يعني قد سرقات الامهات الله يشاهدهم، هذول ما يدرون بالدين هم قتلوا مجرمين، هذول عندهم اجنده يعني معينه ينفذونها وخلاص يعني. نعم محمد، لا انا اريد اسالك لحظه خليك وياي. لغايه اللحظه شلون تقيم المظاهرات والثوره منذ انطلاقها وحتى هاي اللحظه واحنا صار لنا الان شهرين و23 يوم؟ والله ما شاء الله الاعداد قاعد تزيد محمد، يعني يقع شهيد يضربوا 100، نعم يزيد ويزيد الاصفاد، احنا شعب يعني يعشق الشهاده، نعم يعني شعب يمرض ولكن لا يموت، فإن شاء الله مستمر المظاهرات ونشوفكم يوم عن يوم، الله ينصرهم إن شاء الله. شكرا يا محمد، كنت معنا من هولندا، معنا السيد أبو محمد من بغداد، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. والله أستاذ أنا أطلب المتظاهرين أول شيء تحية للمتظاهرين الأبطال، نعم، وتحية إلى أهل التوك توك، أهل الغيرة، نعم، والحمية والشجاعة، نعم، هذول هم هذول الأطفال، هم هذول اللي رجعوا القيرة العراقية الأصيلة اللي انفقدها صار 16 سنة، لا عمامة جابت هاي القيرة ولا عقل، أهل العقل ونطيهم فصولات ونطيهم مشاكل ونطيهم فواتح، نعم، وأهل العمايم قسم نايمين بإيران وقسم نايمين بعمان. احنا اذا الدين يفرغنا هالدين هذا ما نريده، دين الاسلام بالعكس هو دين الاسلام، نعم، لان الله سبحانه وتعالى بالقران يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نعم، هاي الكلمه وحده تكفي اهل العمايم، لو اكو عمايم اهل دين صحيح كان اتحدوا وصاروا قلب واحد سنة والشيعة، وماكو واحد يقدر يعتدي على العراق بعد، ما يجيني أمريكي يعتدي علي ولا يجيني إيراني يعتدي علي ولا يجي أي واحد يعتدي علي إذا الشعب يتوحد، نعم، بس احنا صوتنا كله من وراء العمايم المزيفة، طبعا الشعب الشعب متوحد يا أبو محمد، احنا عندنا مشكلة بمن يقولون أنهم يمثلون الشعب، هاي المشكلة، ولا الشعب متوحد والدليل هاي الآن بالساحات نشوفهم، احنا الشعب متوحد، الشعب العراقيين متوحدين، نعم ابو الشعب العراقيين متوحدين، سنة وشيعة دول الفقراء، الفقراء مو الاحزاب، نعم احنا الشعب ما له علاقة، بس احنا الحكي مالنا تجينا عمايم مزيفة، نعم يجيبها المحتل وياه، نعم هي هاي البلا مالنا، واكو قسم من العراقيين مع الاسف يمشون وراه، بس انا اطلب من المتظاهرين الابطال ان هذا الشرط اكودني يخلونه يطلبونه ويا طلباتهم، شنو اول شيء؟ شكو عمامه ممنوع تصير مرجعيه على العراقيين سنه وشيعه، اذا كان عنده جنسيه، اذا سني، اذا عنده جنسيه اردنيه او عنده شو اسمه جنسيه سعوديه ما يصير على ما يصير مرجع هنا بالله، واذا شيعي ممنوع، اذا عنده جنسيه ايرانيه او عنده طيب. جنسيه باكستانيه ممنوع يصير مرجعيه بالعراق، طيب لان احنا نريد عراق موحد، نعم واني اشكركم، شكرا يا وليد من الله، انا واحد الشعب العراقي وشك واحد يعتدي علينا نكسر ظهره وظهر مخلفه، شكرا يا ابو محمد كنت معنا من بغداد، شعب متوحد لكن الاحزاب والحكومات المتعاقبه وكذلك من حاول ان يثير التفرقه والفتن الطائفيه في العراق هو الذي يفرق أو حاول أن يفرق هذا الشعب مرارا وتكرارا، ولكن جاءت هذه اللحظة لتثبت أو تصدم جميع من في السلطة وكذلك تثبت للجميع أن المجتمع متوحد فيما بينه، لكن هذه الأطراف السياسية البرلمانيين الأحزاب كما تفضلت أيضا هناك معممين يحسبون على الدين هم الذين يثيرون الفتن وهم الذين يثيرون الفوضى ويريدون أن يعيدوا العراق إلى مربع الطائفية الذي أثير سابقا والذي سالت بسببه دماء كثيرة،
اختلف الوضع الآن، وترى الآن في الساحات لا تستطيع أن تميز من هو المسلم ومن هو المسيحي أو من هو اليزيدي في ظل هذا الدعم والمساندة، من هو العربي أو من هو الكردي يعني أو التركماني. هناك توحد بشكل كبير بين أطياف المجتمع كافة، وبالتالي هذه رسالة أيضا قوية جدا لمن في السلطة وكذلك لمن يريد أن يلعب على الوتر الطائفي أو تفريق المجتمع مرة أخرى، أن هذا المجتمع توحد أو العراقيون توحدوا فيما بينهم ووقفوا سدا منيعا أمام هذه المحاولات الرخيصة من أجل أن يفرقوا. سيد مصطفى من مصر تفضل. أيوة، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييك ونحيي حضرتك ونحيي الثورة المجيدة ونحيي أهلينا ونحيي الثوار والمناضلين وأسدة القانون ونحيي رجال المقاومة العراقية المشروعة وكل أبطالها في الوطن العربي في الداخل وفي الخارج. أما سيدي بالنسبة لفكرة الإضراب عن الطعام فهي فكرة فعالة جدا طبعا تلفت نظر الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وكل إنسان عنده رحمة وعنده شرف في العالم. إن أنا شعب مضرب عن الطعام يعني وصلت لحد الإضراب عن الطعام، يعني أنا بفضل الموت وما أعيش تحت ظل حكم هؤلاء القتلة واللصوص. فهي رسالة قوية جدا تهز وجدان الإنسانية ووجدان العالم، لأن كررها المقاومين الفلسطينيين الأبطال في سجون الكيان الصهيوني، فكانوا لما يضربوا عن الطعام فبالفعل كانت بتتحرك منظمات ومنظمات حقوقية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. فهي فكرة على غرار فكرة المقاومة الأسير المقاومة الفلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني، فهم نفس الكيان الصهيوني بالفعل. فهي فكرة فعالة، نحيي قادة الحراك الثوري والثورة المجيدة على هذا الفكرة. وإحنا متأكدين أن الثورة لها قيادات وقيادات مهمة، أول وثاني وثالث مليون وكل الشعب العراقي قيادي أصلا، يعني معروفة أي حد من الشعب العراقي قيادي. فإحنا مع كل قرارات الثورة وإن شاء الله من نجاح لنجاح. وعاش العراق حر أبي شامخ عربي عروبي أصيل. وأنا أشكر سيادتك. شكرا جزيلا سيد مصطفى، كنت معنا من مصر. معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن أنا عكس ذول المتصلين كلهم حول عملية الإضراب عن الطعام. ليش؟ ليش؟ هو من دي يقتل بالآلاف ودي يحوقهم ودي يجرحهم ودي يعتقلهم، هو يهمس كم واحد يموت من الجوع؟ أصاب شيء بالعقل، عقل. طيب. يعني هذا العقل لا يجب أن يتوقف. زين. هو يقول لك انا اذا اختاله اذا قتله. ثانيا هذول الناشطين اللي يختالوهم تدري قسما بالله العظيم هاي صحافه التظاهر مليانه بالجواسيس اللي تنقل اخبار دخول وخروج الناشطين من هذه الساحه لاجل التبضع، لاجل شراء الخيم، لاجل شراء الادويه. طبعا رد عليك، بس حتى قبل أن نبتعد ويضيع الموضوع، رد علي حضرتك سيد مصطفى من مصر اللي قال إنه الإضراب عن الطعام هي خطوة فعالة جدا من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لما يحدث في العراق، وهي رسالة أنه نفضل الموت على بقاء هذه الأحزاب. يعني أيضا الإضراب عن الطعام، وكما تفضل أيضا وشبه الموضوع وهو تشبيه مثالي جدا بإضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، هذا الموضوع هذا الرد على كلامه. طيب محمد لا تزعل، لأن طلع على هذا المجتمع الدولي للملايين من أهل السنة بالعراق من قتلوا ومن الشيعة أيضا من قتلوا. زين، ما شال هم، هذا شال هم على مود ميتين من الجوع فيهم عمي، هذول عندهم مصالح. هاي الأمم المتحدة تتاثر بالعراق، هاي المنظمات اللي تقولون عليها إنسانية قسما بالله كلها تتاثر بالعراق. زين، على حساب دماء العراقيين والسوريين واليمنيين وغيره وغيره. هذا شنو هذا؟ هذا ضحك على عقول الناس. هاي المنظمات الإنسانية وما إنسانية كذابين دجالين عمي الله يخليك. أبو عمر أنا حللت مشكلة لحد الآن، تعال انطيني مش يحلولك يا لي حد الآن وقول أبو عمر كذاب من 60 كذاب. حشاك يا أبو عمر. أبو عمر راني طبعا وصلت فكرتك وضحت، أنا أشكرك طبعا للمشاركة، تبقى هي وجهات نظر في النهاية من يطرح،
ولكل وجهة نظره التي يجب أن تحترم طبعا طالما طرحت بشكل منطقي. يعني سيد أبو عمر يخالف يختلف مع طارحي أو مؤيدي فكرة الإضراب عن الطعام، هو لا يؤيد هذه الفكرة لأنه يرى أن هناك آلة موت لا تكترث لأرواح البشر الموجودين في ساحات التظاهر، وهنا أقصد الميليشيات والقوات الحكومية والنظام الموجود في العراق بشكل عام الذي جاء مع الاحتلال. هذه الأحزاب والميليشيات لا تكترث لأرواح البشر، وبالتالي لن تكترث لموضوع الإضراب عن الطعام، هكذا يرى أبو عمر. السيد خليفة من تونس، تفضل يا خليفة. أخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا. إن شاء الله نطلب من ربي سبحانه وتعالى يأيد أخواننا المجاهدين والمناضلين والمرابطين في ساحات المعركة إن شاء الله اللي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى تكون رابحة إن شاء الله. وهنا بالنسبة لي نضم الصوت نتاعي صوت أبو عمر، لأن هذوما الحكام نتاعكم هذوما نتاعين المنطقة الخضراء نتاع إيران ما يهمهمش، هم قاعدين يقتلوا بالشعب بالسلاح وبالتجويع ويردموا، ونحن قاعدين نشوفوا قاعد في الفلوجة يردموا في الناس حيين. هذوما يلقى فرصة يقول خليهم يزيدوا يموتوا هانم كي مش يعملوا اعتصام مش يعملوا ضرب تاع الجوت يموتوا. نعم. هم مش فيهم، هم اللي بهم ايران اللي بها تفني اهل العراق كامله، بس ايران تستحوذ على العراق. لكن نحن نقول لهم ياكلوا الماكل ويقوموا غمد الليل ويسروا ويشدوا يازروا بعضهم. نعم. وما يعطوش فرصه للميليشيا باش تدسهم وتقتل منهم، باش تقتل معناتها باش يكونوا اقوياء. المرابطين لازم يكون قوي، هو نحن في الصوة نحن في سيدنا محمد معناتها المسلمين في المعارك وفي الحروب يفطروا، خلي هم تو مرابطين ويعلم بهم ربي ودنيا باردة ودنيا يعلم بهم ربي. نعم. بالنسبة لنا أنا ما نحبش الإخوان نتاعنا في العراق يموتوا هكاك، يمشوا يموتوا من أجل الجماعة هذوما اللي ما يهمهمش فيهم يموتوا، مازال لا يهم غضبي معناتها. سيد خليفة نشكرك، كنت معنا من تونس. سيد خليفة يؤيد وجهة نظر السيد أبو عمر من السليمانية في موضوع أنه يختلف مع فكرة الإضراب عن الطعام والأسباب تفضل بها. طيب نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. السلام عليكم أيها المتظاهرين الأعزاء الأبطال في صحد التحرير وجميع الساحات ومحافظات العراق الثائر. أنا اسمي صالح عمارية وأنا من أصل دنماركي، ولكن عشت في العراق سنين طويلة وحبيت العراق وشعبه كثيرا، فلذلك حبيت أن أرسل لكم سلامي ودعمي من كل قلبي. وأريد أيضا أن أؤكد لكم أن العالم خارج العراق يسمع صوتكم ويدعمكم الكثير من الأشخاص المحترمين الشرفاء عرب وأجانب، وأنا واحدة منهم. أنا وغيري ننقل صوتكم ومعاناتكم إلى العالم، وننقل أيضا الانتهاكات اللي تتعرضون لها على يد الحكومة العراقية والميليشيات، وندعي لكم بالنصر وإن شاء الله تنجحون في نضالكم من أجل حياة حرة وكريمة في عراق جديد خالي من الطائفية والفساد والمجرمين. الله يحميكم يا شباب، عفية عليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع إلى رئيس السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك إلى قناتكم الشريفة ولكل عراق الشريف. أهلا وسهلا.
استاذ اني هلا ما افضل انه الشبابنا يقومون بعمليه الاضراب عن الطعام. لانه في كل الحالات هو قاعد انا ما عانى من الحر من شده الحر وهسه من شده البرد والله يساعدهم هم نايمين ومتغطين ببطانيه واحده واحنا عايشين في اماكن تدفئه وغطاء سخيف فما اعتقد انه هذا اللي صالحهم. احنا محتاجين الى قوتهم يعني. فلهذا نشوف احنا يعني تتصور انه هاي الحكومه يعني تعول على نفسها انه تستمر لسنين اخرى يعني نشوف هذا الغضب الشعب العراقي. ويقال انه المتظاهرين من اهل الناصريه حوالي بالملايين سوف يتوجهون الى منطقه الخضراء والى الساحات الاعتصام يعني فهذا يعني بشرة خير بالنسبة للشعب العراقي وبالنسبة للعراق. بعدين أستاذ عندنا اليوم عليا وصيف أنه أكدت أنه قالت أنه وزارة الكهرباء قامت بعملية بيع مناصب المدراء العامين المقالين على التقاعد بمليون دولار. يعني هذول شو يصورون أنه هم هذول باقين وبعدين يقومون بعملية البيع والشراء بالمناصب الدولة من أجل مصالحهم من أجل وإلى متى هذا الوضع لهذا؟ فإحنا يعني يعني هذا وضع سيء. بعدين المشادة الكلامية اللي صارت إنه طلب العمري إنه من برهة صالح إنه يقوم بعملية ترشيح قصي السهيل وقال له أنت رشحه المهم ما عليك أنت ولهذا إحنا الباقي علينا معناها باقي إنه كل شيء باقي إذا في حالة اختيار رئيس الوزراء يعني مهزلة هم مسيطرين. ليش؟ لأنه إحنا عصابتنا هي عصابة صهيونية هي قامت بعملية إعطاء العراق إلى إيران من أجل تصفية مصالح الوطنيين والمقاومة العراقية الشيعية والسنية من أجل مصالح إيران ومصالح أمريكا. لهذا نشوف إحنا الوضع اللي موجود هسه في الوقت الحاضر إن شاء الله يبشر بخير. فلهذا أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين المتظاهرين على أعدائنا يا رب. شكرا لك يا أم عبد الله. كنت معنا من بغداد. معنا السيد أبو علي من كربلاء. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك أستاذ الفاضل. حياك الله. وعلى روحك الوطنية العراقية الأصيلة طبعا. بداية على مود انتخابات قصي السهيل. هو قصي السهيل شنو اللي سواه؟ أشوف هو اللي علاك قصي السهيل. هو اللي من وراء المظاهرات صارت جماعة التعليم العالي حمل الشهادات البكالوريوس والماجستير الظاهرة وعلى مود تعيين بسيط رشق رمي الحال. هاي أولا. ثانيا هو شنو هو وظيفته؟ هو أصلا هو ذيل من ديول إيران وذيل من ديول حزب الدعوة. يعني هو عجيب على هاي الأحزاب اللي ما عدها ذرة. طيب أنا أريد أسأل حضرتك على موضوع الخطوات التصعيدية اللي تتم بساحات التظاهر وساحات الاعتصام، دعوات لمزيد من الإضراب العام والعصيان المدني، وكذلك تحدثنا اليوم وطرحنا سؤال أنه هناك دعوات للإضراب عن الطعام ومحاولة الآن تصعيدية جديدة، خطوة تصعيدية جديدة. رأيك بموضوع أو فكرة الإضراب عن الطعام بالنسبة للمتظاهرين في ساحات التظاهر؟ والله شوف استاذ، طبعا هذا خص سؤال ثاني. اولا الاجراءات التصعيديه بدايه من اضراب الطعام المتظاهرين عندهم نوع من الثقافه اللي ما يمتلكها السياسيين. دول السياسيين اللي جاي يحشون بين عندنا ثقافه، كل ثقافه ما عندهم. المتظاهرين ثقافتهم جدا كبيره. اول شيء قاموا به اللي هو اضراب عن الطعام، الاضراب عن الطعام لو هم عندهم احساس سياسيين، يعني هذا اقصى حد، اخر حد للتظاهر، الظاهره وسلميه ما فادوا اياهم، الظاهره واحتجوا ما فادوا اياهم، اخر شيء التجوا للاضراب عن الطعام، طبعا الاضراب عن الطعام هذا اخر مرحله، بعد هاي اذا ما استجابوا للاضراب عن الطعام راح تصير تصعيد بالمطالب، يعني اذا هسه حاليا اكو كم طريق مفتوح يجوز باكر كربلاء عقبه اذا صار انتخابات قصي السهيل الله وكيلك احتمال كربلاء كلها تنحرق، يعني حتى لا يقبل ما يقبل السياسيين. ليش؟ لان هم جاهلونه
ومو بس بكربلاء، بالنجف وبالبصرة وبالناصرية. طيب ما تعتقد أنه بما أنه الناس طلعوا بشكل سلمي وهاي الحكومة دا تتربص أي محاولة للانفلات الأمني، حتى أقصد يعني لفقدان السيطرة على قضية السلمية بالتظاهرات من المتظاهرين، حتى تستغلها فرصة وتقمع الناس، تبيد الناس كلها بشكل عام، ما تعتقد أنه هاي المحاولات لازم ينتبه لها المتظاهرون بشكل أحسن من هيك؟ يعني أقصد يكونون أوعى من هاي اللي حضرتك تفضلت به، قضية أنه ممكن يصير تصعيد وبعدين الأمور تتطور إلى أعمال عنف ربما. يعني هذا الموضوع تتربص له ومنتظرته أحزاب السلطة والميليشيات. صحيح، الأحزاب أقدر ما خلق الله على وجه الأرض، خاصة عندنا بالمحافظات الشيعية اللي هم هسه قاعد يحكون بالإسلام وبالدين وبريء عنهم الإسلام. الله الله شاهد، لو يعرفون الإسلام يروحون على دين المسيح أحوال أفضل، لأن الإسلام بعيد عنهم. لذلك هسه أنا من أقول على التصعيد، لأن إذا بالنسبة قبل التصعيد أكو شغلة، المظاهرين هسه حاليا اتخذوا إجراءات المراقبة بيناتهم، قاموا يعرفون المكسوس. هسه بعد كنا قبل كانت المظاهرين قبل يجي أهلا وسهلا يرجو، هسه لا، هسه صارت شغلات تنظيمية بالمظاهرات، شغلات يعني استخباراتية نفس المظاهرات، يعرفون اللي المكسوس. وبالنسبة للتصعيد التصعيد إذا هم الحكومة هي اللي تريد التصعيد، لأن إحنا آخر شيء قلنا لهم، قلنا لهم يا حكومة أريد شخص ما عنده منصب، ما عنده أي منصب مستلمه، يعطوني عيداني، يعطوني التهال، هم كلهم ذولا عندهم مناصب وفتدة. والتصعيد اللي إذا صار واحد من ذولا راح يصير تصعيد رغم على ألوف الحكومة. طيب. حتى لا الشيء إحنا كاتبين الشعب كارها والمظاهرات كارها، يجبرون الناس تطلع مظاهرات. سيد أبو علي، نعم، وضعت الفكرة. أنا أشكرك، كنت معنا من كربلاء، شكرا للمشاركة. معنا وئام من أمريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا وئام. بس اسمح لي بدءاً أن أشكر حضرتك وقناتكم المباركة كل العاملين فيها والقائمين عليها على تغطية المستمرة لثورتنا المباركة، فلكم جزيل الشكر والثناء. ثانياً الرحمة والصلاة لشهداء العراق الأبرار والشفاء العاجل للجرح بإذن الله. نعم. أنا في الحقيقة في اتصال سابق لي قلت أن ثورتنا هذه ثورة وعي وإدراك. هذه القرارة يعني اسمح لي أن أقول أنها ثورة مبادئ أخلاق أيضاً يعني، والثبات على المبادئ والموت دونها ينحن العالم بأسره، وهذا هو المجد الأعظم. هنا في الحقيقة يعني أكثر من صورة بس حابة أوضحها بالنسبة للمشهد العراقي الآن، منها حالة الفراغ الدستوري الذي تشهده الساحة العراقية الآن بعد فشل ما يسمى جزافا بالحكومة في ترشيح رئيس وزراء. طبعا هذا الفراغ الدستوري هو مفهوم مصطلح يختلف معناه بين الناس يعني، والبعض اتخذ من هذا المفهوم بابا للسخرية حتى من هذه الطبقة الفاسدة التي تحكم العراق والتي تلفظ أنفاسها الأخيرة بإذن الله على أيدي الثوار وإصرارهم على تحرير العراق منهم ومن أمثالهم. الحالة الأخرى هي حالة التحرش السياسي اللي تشهدها الساحة العراقية. هذه الحالة فتحت المجال للميليشيات بخطف وقتل الناشطين، وهذا دلالة على عجز هذه الدولة عن تقديم ضمانات تحمي الشعب العراقي من هذه الميليشيات. هذه الضمانات هي نفسها سيسترها الشعب بنفسه وينظم مجموعات لحمايته وحماية الناشطين أيضا. هناك مطلب أساسي حقيقة خطير أتمنى أن يقع باهتمام الثوار، وهي غياب جهاز خارجي رسمي لإيصال صوت الثورة إلى العالم أجمع. ثورتنا تشهد غياب لوسيلة رسمية تنشر بيانات وأخبار الثورة. الأخبار عادة تصل إلينا أو تأتينا من أصوات المنادين في ساحات الاعتصام. فيا حبذا لو كانت هناك صفحة فيسبوك خاصة فقط بنشر أخبار الثورة وبياناتها، لكي نوعد كل من هب ودب بنشر أخبار مزيفة باسم الثورة، وتساعدنا أيضا تساعد غيرنا كلما سمعنا إشاعة أو خبر باسم الثورة نذهب إليه حتى نتأكد من هذا الخبر. هناك غياب واضح حقيقة، غياب واضح للمخاطبة العلنية والصريحة لدول وشعوب العالم. ثورتنا يجب لا تبقى عراقية فقط تخاطب العراقيين وحدهم، من تشكيل هيئة اتصال خارجية بالعالم لزيارة الدول العالمية. موجود هذا الشيء، موجود هذا الشيء يا وئام. هناك العراقيون في المهجر، كثير من المثقفين، كثير من الأكاديميين وغيرهم، المحامين وغيرهم، يسيرون في هذا الاتجاه من أجل إيصال الصورة الحقيقية الحاصلة في العراق. أنا أشكرك يا وئام لأن الوقت انتهى.
نقرأ في ما تبقى من وقت رسائل بعض المشاركين. ندى من الدنمارك تقول: السلام عليكم إخواني المتظاهرين، بحاجة إلى إسناد من كل قطاعات الشعب العراقي. لماذا التظاهر مقتصر على الجيل الجديد؟ أين موظفي الدولة من كل ما يجري؟ إذا الحكومة فقدت شرعيتها لأن بدون رئاسة وزراء، لماذا دوائر الدولة مفتوحة؟ سؤال وجيه. رسالة تقول: السلام عليكم، هل يجوز لأهل العمايم ينتمون للأحزاب؟ ليش كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان منتمي لحزب؟ تحياتي لكم أبو محمد من إسطنبول. شكرا يا أبو محمد. رسالة تقول: أبو موسى من الأردن، يا عراق من أصابك بالعين؟ ألم تكن في الزمان قرة العين؟ شكرا يا أبو موسى. أبو عمر أحد المشاركين يقول: أبو عمر كلام صحيح، من يهتم بالمضربين عن الطعام؟ العالم صامت، لماذا يحدث؟ لما يحدث للمنتفضين وخصوصا الدول العربية مع الأسف؟ وهل نرجو من عملاء المجوس أن يهتموا وهم يقتلون أمام العالم الصامت؟ أبو محمد من أمريكا يقول: السلام عليكم، تحياتي لمقدم البرنامج أخي العزيز. هذول الحكومة ما يحسون على نفسهم، الشعب ما يريدهم، ليش بكيفهم يخلون رئيس وزراء؟ والله ما يستحون. أريام من الأردن تحياتي لك أخي محمد. إلى الأمام يا طلبة العراق، استمروا، الله ينصركم، أخوكم الطالبة أريام. شكرا يا أريام. رسالة تقول: حي الله كادر قناة الرافدين، الحل الوحيد والذي أثبت أن الثورة منتصرة بعون الله هو المرابطة في الساحات والإضراب عن الدوام وسلمية التظاهرات لحين إسقاط النظام. رسالة تقول: السلام عليكم، أنا محمد حامد من دولة تشاد، تحية طيبة لقناة الرافدين الوطنية الحاملة لهم كل العراقيين الشرفاء. والله فكرة الإضراب عن الطعام قد لا تجدي نفعا، لأن الزمرة الحاكمة الفاسدة وميليشياتها لن تهتم بهذا الموضوع، بل الأفضل الإضراب عن الدوام. وشكرا لمقدم البرنامج المحترم. شكرا جزيلا لك يا محمد. طيب، في آخر رسالة، آخر رسالة يقول أحد المشاركين: الإضراب عن الطعام فكرة خطيرة وانتحار، وصاحبها ناقص عقل، اتقوا الله يا شباب، أو اتقوا الله في الشباب. طيب، طبعا هي كما قلنا هذا الموضوع فيه آراء مختلفة، موضوع الإضراب عن الطعام هناك من أيد وهناك من عارض. في النهاية أي وسيلة من وسائل الضغط هي أسلوب متبع لدى المتظاهرين السلميين في سبيل الوصول إلى النقطة المرجوة، وهي إسقاط النظام وبناء دولة جديدة خالية من هذه الأحزاب وخالية من هذه الميليشيات. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.